والتدقيق أيضا على الكهرب سيكون للخمسة المراكز الأولى. وهكذا مشاهدين الأعزاء في كل مكان، بسم الله وعلى بركة الله ينطلق هذا الشوط الأول، هذا الشوط الرئيسي. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والناموس والخير لأبناء هذا الوطن المعطاء، لأبناء هذا الوطن الغالي. وحيث تنطلق هذه السباقات وهذه الفعاليات وهذه الرياضة العزيزة على قلوبنا بالدعم السخي والتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا لأبناء هذا الوطن. أيها الأعزاء، جائزة عينية سيارة رصدت لهذا الشوط الأول الرئيسي، شوط الإنتاج والمنتجين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، حبوبة للسلطان بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على المركز الأول. وفي مقدمة الشوط ننتقل إلى المركز الثاني، حربة تتقدم محمد بن سالم بن محمد آل بحيح على المركز الثاني، متبرع. أذكر بالشخص المتبرع وجائزة هذا الشوط مقدمة من السيد صالح بن حمد القمرة، مشكورا لهذا التبرع بمناسبة عودة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأيضا تبرع السيد صالح بن حمد القمرة بثمان سيارات بهذه المناسبة، وأيضا السيد عبد الله بن سعيد العيدة بثمان سيارات. وللأشواط المفتوحة فيما تبقى من أيام هذا السباق المحلي، حقيقة نشكر كل المساهمين والداعمين، والشكر أيضا للجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وإخوانه في اللجنة المبارك بن محمد بن بادي وجميع أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. نعود مشاهدينا الأعزاء إلى مجريات وأحداث هذا الشوط الرئيسي للإنتاج. مقدمة الشوط حبوبة سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، وحاصلة على هذا الشوط في السباق المحلي الماضي ومرشحة ترشيح قوي، حبوبة لانتزاع واختطاف هذا الشوط نظرا لماضيها العريق. المركز الثاني شعار بوشارب يتقدم، خطف المركز الأول، ما تعرفنا عليها أكثر من رقم، ولكن من خلال الشعار لمحمد بن علي بوشارب المري خطفت المركز الأول. عطنا الاسم يا علي. الراهية على المركز الأول، المركز الثاني حبوبة. ننتقل إلى المركز الثالث والتقدم من قبل شقرة لمحمد بن سعد بن محمد بن سالم آل سعد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر حربة لمحمد بن سالم آل بحيح ناخذ المركز الخامس. الله، حاملة الرقم 54 سنتعرف عليها في وقت لاحق، غير مدونة في الكشف، ويبدو أنها من المضافين لهذا الشوط. أبروق 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 اللي وصلت، أو دروب وصلت على المركز الخامس، لمن؟ لعلي بن عبد الهادي بن ذروة، وحصل دخول. الله، حاملة الرقم 46. الله 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 الله، نوف 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 لعبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايفة، أيضا صاحبة نقطة في السباق المحلي الماضي، رصيدها سيارة وتبحث اليوم، تبحث عن هذه الجائزة العينية. روح يا بن نايفة، روح بالثنائي، روح. الله يا بن نايفة، يحكم القبضة على هذا الشوط الرئيسي، على هذا الشوط الملتهب. بن نايفة مع المركزين الأول والثاني. يوسلم، نوف 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 على المركز الأول، حبوبة على المركز الثاني، ثنائية بن نايفة في هذا الشوط الرئيسي. وصلت رموز تحمل شعار وصورة سيد أمير البلاد المفدى تميم المجد. الله يا رموز، تبحث عن الرموز، تبحث عن هذا الشوط الرئيسي. محمد بن جار الله بن جوير يبعث ويرسل رموز، يرسل رسالة المحبة في صباح هذا اليوم، رسالة الولاء، رسالة تجديد البيعة لسيدي سمو الأمير في هذا اليوم السعيد. ولكن نوف راحت نوف بالشوط الرئيسي، أقوى الأشواط. نوف
نوف يا نوف نوف يا نوف. بن نايفة مع المركز الأول، حبوبة مع المركز الثاني، ولكن رموز، ولكن رموز تحركت، رموز تحرك، بن جابر تحرك، محمد بن جابر بن جوير، ولكن انطلقت حبوبة، حبوبة حبوبة حبوبة، نوف نوف نوف، رموز رموز. الشوط الرئيسي أقوى الأشواط، شوط الإنتاج، السيارة بالانتظار، السيارة بالانتظار، ولكن خطفها بالنايفة، خطفها بالنايفة كما هو معتاد هذا الشعار. الله يا سلام، أول أشواط هذا المهرجان، أول أشواط جوائزنا العينية، يذهب مع نوف، يذهب مع نوف. نوف يا نوف اسمها من ثلاث حروف، سلام يا بن نايفة، سلام على هذه الثنائية، على المركزين الأول والثاني، سلام يا نوف، سلام. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك نوف سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجر للمركز الثاني، حبوب أيضا لسلطان بن حمد بن ترحيب بن نايف المركز الثالث، رموز لمحمد بن جار الله بن جوير النابت المركز الرابع، الخلوية لناصر بن راشد الجبر النعيمي المركز الخامس حاملة الرقم 56، شواهين احتلت المركز الخامس، الفيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل. أذكر السادة الفائزين بأن الفحص سيكون للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في أشواط السيارات وفي هذا الشوط. تهانينا والناموس جوائزنا النقدية القيمة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. إذن أول سياراتي هذه المناسبة العزيزة، يذهب مع نوف، يذهب مع نوف، وتضيف بالمناسبة نوف السيارة الثانية في رصيدها، حاصلة على سيارة في هذا الموسم وتضيف السيارة الثانية في رصيدها. فتهانينا والناموس لمالك نوف سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز المستحق، المركز الثاني. إذن نهني جميع الفائزين في هذا اليوم، حبوبة احتلت المركز الثاني. هذا هو ملخص شوطنا الأول وشوطنا الرئيسي الذي انطلقت فعالياته قبل قليل. هذه الإعادة كما تشاهدون، وفي الإعادة إفادة، هذا هو شعار بن نايفة يحكم القبض على شوط الإنتاج. أهنيك يا عبد الهادي بن، أهنيك يا حمد بن ترحيب بن نايفة على هذا الإنتاج الطيب. 6 دقائق ثانية واحدة، 5 أجزاء من الثانية هو توقيت نوف. تهانينا والناموس المركز الثاني، أيضا نفس الشعار ونفس المالك ونفس الإنتاج يحتل المركز الثاني. 6 دقائق ثانية واحدة، 8 أجزاء من الثانية، عزز تواجده في هذا الشوط بن نايفة، هو صاحب 3 أشواط في السباق المحلي الأول. اليوم هذه الجائزة العينية القيمة حدث به للحضور بهذين الاسمين ليحتل المركز الأول والثاني. تهانينا لحمد بن ترحيب بن نايفة وأنجاله الكرام المركز الثالث، وصلت فيه رموز، قطعت المسافة في 6 دقائق 4 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد بن جابر بن جوير النابت، وأهنيك أيضا على حصول